الآن أخبار التاسعة من MBC One مع حمود الفايز وأولينا الحاج. الإفراج عن الرهينتين ويت وسذرلاند بعد أعوام من الاحتجاز. وزير الإسكان الإسرائيلي يعلن إمكان وقف بناء مستوطنات جديدة والأسباب مالية. الوضع في يوغوسلافيا في تدهور وإجلاء السكان من فيكوفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة السادسة نقدمها لكم من مركز تلفزيون الشرق الأوسط لندن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مركز تلفزيون الشرق الأوسط لندن نحييكم ونرحب بكم في نشرة التاسعة بتوقيت غرينتش. مساء الخير. نشرة التاسعة بتوقيت غرينتش نقدمها لكم من مركز تلفزيون الشرق الأوسط لندن. استمرار أعمال العنف في الجزائر رغم تصميم زروال على تصفية المتطرفين. السودان يقول إن قواته قتلت 17 جنديا إثيوبيا وإنها تتقدم على جميع الجبهات. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بلغراد تسفر عن إصابة 16 شخصا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار من MBC. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري من MBC. نشر بمعلومات ذكرتها مصادر في المعارضة السورية. مساء الخير. انتقد شينجيان.